وهذه الفقرة لمحبي الأكلات البحرية. أكل السمك السالمون لمدة أسبوع كامل، هذه آخر صيحات الأنظمة الغذائية اللي يتبعها البعض. هناك نتائج صحية فورية على ما يبدو. تفاصيل التجربة مع الزميل ليث بزاري. هلا وسهلا بك يا ليث، ودينا التفاصيل. تفاصيل مهمة، صباح الخير أيضا ريم. تجربة خاضتها الخبيرة الغذائية بوبي ديمسي تناولت سمك السالمون فقط لمدة أسبوع كامل، وأكدت أنها تشعر بالذنب لنقص السمك في وجباتها اليومية. ديمسي تقول أن التحدي لم يكن سهلا بالنسبة لها، خصوصا وأنها ليست من محبي السمك كثيرا، لذلك اختارت نوعا مميزا هو الوردي المعلب وخلطته بالمايونيز والسلطة أو السلطة الخضراء. في الأيام الأخرى جربت طرقا أخرى مثل الخلط بالمعكرونة والطماطم وشوائه وغير ذلك، ما جعله أكثر قبولا لديها. ديمسي أكدت أن هذه التجربة جعلت حموضة المعدة أقل لديها، فضلا عن سهولة هضمه مقارنة بالأطعمة الأخرى. كذلك لاحظت ديمسي أن الأرق بدأ يختفي لديها، وأصبحت أكثر قدرة على التفكير وأكثر نشاطا، خصوصا في الفترة ما بعد الظهيرة. دعونا نتابع التفاعل على السوشيال وتجربة أخرى مع طبيب يتحدث عن أكل السمك يوميا. There's nothing wrong with eating seafood at almost every meal. It's one of the healthiest proteins out there. And as long as you stick to seafood that has low levels of mercury for the most part, doesn't mean you can't have a swordfish steak here and there. And make sure you're having the right portions and including things like vegetables and whatnot. You'll even notice a ton of improvements in your life. This is things like weight loss, healthier skin, a better attitude, and even improved memory. الله، إذن خلينا أرحب في الاستوديو باختصاصية التغذية العلاجية هيا مراد. يسعد صباحك يا هلا. هيا هلا وسهلا بك. يعني السؤال اللي يطرح نفسه، هل ممكن الاعتماد على الأسماك ونستغني عن جميع البروتينات أو اللحوم الأخرى في نظامنا الغذائي؟ شكرا على السؤال. أول شيء صباح الخير إليك ولمشاهدينا، وشكرا على استضافتي. بصورة عامة أنا كأخصائية تغذية أبداً ما بنصح أنه نترك جروب كامل أو فئة معينة من الأكل ونركز على وحدة وناكله بشكل يومي، لو شو ما كان، قد ما كان صحي وقد ما كان مفيد. هلأ الأسماك بصورة عامة مصدر غني جداً للأوميجا 3، والأوميجا 3 لهم فوائد مثبتة كتير عن القلب والدماغ والشرايين، الذاكرة، صحة العين، حتى المزاج. وحتى في دراسة بال 2006 بتثبت أو بتقول إنه إذا أكلنا من 250 ل 500 ملي جرام يومياً من الأحماض الدهنية الأوميجا 3 بتقل خطر الإصابة بأمراض القلب من أو الوفاة بأمراض القلب ب 36%، وهذا رقم كثير كبير. طب هل هي ممكن إنها تعوضنا عن اللحوم الحمراء وتخلينا نستغنى عنها بما أنها صحية إلى هذا الحد؟ مثل ما قلت إنه لو كان السالمون أو الأسماك بصورة عامة غنية جدا بالمعادن والفيتامينات وحتى مصدر بروتين كامل بيحتوي على 9 أحماض الأمينية اللي بيحتاجها الجسم، بس نحن ما فينا نستغني عن الباقيين، لأنه في عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن عم نحصل عليها من اللحوم أو من الدجاج أو من البيض أو من الأنواع الأخرى ما حتكون موجودة بالأسماك. إذن كم مرة في الأسبوع المفروض أننا ناكل الأسماك؟ تمام، هذا السؤال بنسأل عليه دائما. النصيحة الرسمية أنه ناكل السمك مرتين بالأسبوع، مرة من هدول المرات على الأقل تكون من الأسماك الدهنية. الأسماك الدهنية هن السالمون، السردين، الهيرينج، الماكرول، أو بصورة عامة كل الأسماك اللي هي لون اللحم تبعها من جوا بيكون غامق، ما عدا التونة. التونة كانت تعتبر أسماك دهنية، بس بالنصيحة الرسمية بال 2018 بريطانيا غيرتها وبطلت التونة تعتبر من الأسماك الدهنية. بس في شيء ثاني بدي أقوله، أنه الأسماك لحتى نحصل على المعادن والفيتامينات والفوائد الصحية لها، كل ما كان السمك أصغر كل ما كان أحسن. نعم، يعني بسبب الزئبق. بالضبط. ويمكن كمان تكلمتي على الدهون، قديش الأحماض وهذه والدهون قديش مهمة لصحة القلب، ولكن خلينا نتابع نتائج استفتاءنا على موقع التواصل الاجتماعي إكس، والاستفتاء هو: ما خيارك الصحي الأول في الطعام؟ اللحم 28%، الدجاج 11%، والسمك 61%.
على فيسبوك سألنا الناس ما هو خيارك الصحي المفضل، وكانت الإجابات كالآتي. أنور قال على حسب الفلوس، وهو صحيح السمك مكلف للكثير. أما كوثر تقول السمك لا قبله ولا بعده، اتفق معها. بينما قال محمد سيظل السمك المعشوق الأول والخيار الأفضل. يعني الجميع يتفق إنه السمك خيار ممتاز جدا، خيار محبب للجميع، ولكن هي صعوبة الحصول عليه طازجا والتكلفة. طيب ماذا عن المعلبات؟ يعني لو أتكلمنا عن التونة مثلا وهي الخيار الأسهل للبعض، التونة تحتوي على نسبة زئبق عالية، قد إيش ممكن أننا نستخدم تونة خصوصا إنه السيدات الحوامل، هل يؤثر عليهم هذا الموضوع؟ هلا النصيحة إنه السيدات الحوامل أو اللي عم تجرب أو تفكر بالحمل ما لازم تستهلك التونة بشكل منتظم. أنا كأخصائي تغذية بنصح أنه ما يأكلوها أكثر من مرة بالأسبوع، وخصوصي المعلبات اللي ممكن يكون فيها صوديوم عالي أو ملح عالي، وممكن تكون حاطين مع كيمياويات أو إضافات ما بيحتاجها الجسم. واحدة من الشغلات إذا بدنا نختار التونة إنه تكون يا مي وملح يا بزيت نباتي مثل زيت الزيتون. بس بفضل إنه نحن ناكل الأسماك الثانية سواء كان السمك الأبيض أو السمك الدهني اللي ذكرتهم من شوي. ماذا عن تخزين الأسماك في الفريزر لمدة طويلة؟ هل ممكن بيأثر على القيمة الغذائية اللي فيها؟ سؤال كثير حلو، كمان بحب بنسأله وبحب جاوب عليه، لأنه الأحسن شيء نحن نستهلك سمك طازج. بس إذا ما فينا نحن بس نجيبه طازج أو فرش، فينا نفرزه بيبقى بالفريزر لفترة طويلة. بس الأفضل أنه إذا ما كان متوفر وكنا لا حابين نجيب المجمد، نختار المجمد طبعا حسب المصدر والشركة، لازم نكون واثقين فيها ونعرف أنه هن إذا مجمدينه أول ما أخدوه ولا طولوا فترة طويلة بعدين. هيا خليكي معنا ونروح مع المشاهدين إلى الشيف أسامة رائد اللي رح ينضم إلينا هذا الصباح عشان يعطينا وصفات مميزة من السمك. يسعد صباحك شيف أسامة. صباح الخير لإلك ولجميع المتابعين، يسعد صباحكم مطعم سمكجي. أهلا وسهلا بك، خلينا ندخل على طول ونشوف إيش الوصفات اللي محضر لنا هي. يا أهلا بك، فضل. حقيقة نحن بسمكجي عم نحاول نرضي جميع الزبائن عنا. طبعا مثل ما حضرتك شايفين ومشاهدين، نحن عنا يوميا أسماك طازجة من الخليج العربي ومن خارج الخليج العربي لنرضي جميع الأذواق، من المشوي ومن المقلي. وبالنسبة للطاولة اللي شايفينها حضراتكم قدامكم، نحن مختصين بالمطعم اللبناني، حاولنا إن شاء نعمل تشكيلة مازة سخنة ومازة باردة وتشكيلة من الأسماك النية، وعنا السمك المقلي والمشوي. الله، طب كلمنا شوية عن الوصفات اللي محضرها يا شيف. كأني شايفة فيه مسكوف، كأني شايفة فيه جمبري، يعني في أنواع مختلفة أيضا من الأسماك، فكلمنا عنها. وفي سمك ني، هذا شيء جديد. أي أكيد. اي اكيد، نحن عندنا سمكه التونه بنعملها على مبدا الكب النيه. وفي عندنا هي سمكه السيباس. الله. وفي عندنا نحن عاملين سالمون مع بنحط على وشه صلصه دبس الخروب. نعم. مخفف مع عصير الليمون وعصير الاورنج. وعندنا السموك سالمون، هلأ بعمل له سموك وحضرتكم بتشوفوه. سموك سالمون عاملين الكومبينيشن تبعه لبنة مع الناتس مع السالمون المدخن. طيب خلينا نشوف يعني التدخين على الهواء، السموك سالمون اللي أو الوصفة اللي راح تعمل لنا هي يا شيف. أكيد. هذه إيش؟ أكيد هي سموك سالمون. طيب وإيش وإيش اللي بتحطه فيها؟ نحن عنا هاي لبنة مخلوطة مع مكسرات. تمام. ومنحط مع زعتر بيستو، هاي صلصة خاصة فينا، هذا زي السلطة يعني. طب إيش الدخان هذا اللي بتحطه؟ هذا سموكر،
نحن بس لتعطي طعمه السموك للسالمون وللبنه. الله الله، يعني شيء جميل ويفتح النفس. يمكن يعني ضروري اسال خبيره التغذيه معانا استاذه هيا، بالنسبه لاكل الاسماك نيه، هل هذا شيء صحي؟ وهل من إضافة الأسيد لها يعني كالليمون أو بعض الصوصات بتخليها صحية أكثر أو بتأثر على قيمتها الغذائية؟ هلأ نحن أي نوع من الطبخ أو تحويل السمك أو أي نوع من الأكل لشكل ثاني بده يأثر على قيمته الغذائية. بصورة عامة السمك الني بيكون بيحتوي على بكتيريا أكثر من إذا طبخناه طبعاً، فلما نعمل له السموك أو التدخين فهذا الشيء بيقلل من النسبة، وطبعاً بيغير الطعم كمان طبعاً. بس بيضلوا مصدر بروتين عالي جداً طبعاً، وغني بالفيتامينات والمعادن وبأحماض الأوميجا 3 حكينا عنها طبعاً. طيب خلينا نرجع للشيف. شيف أنت الآن قاعد تسوي التونة اللي هي برضو نية ولكن بطريقة مختلفة، كلمنا عن أيوة تفاصيلها. طبعاً التونة نحن من نكون أكيدين 100% إنه هي تونة فريش. طبعاً العصير الحامض والزيت الزيتون، البهارات الخاصة فينا، من زد لها برغل ومن زد لها هريسة كرمال تعطيها طعمة طيبة. هذه على طريقة الكبة النية. أيوة على طريقة الكبة النية. نحن حاولنا قدر المستطاع أنه نرضي جميع الأذواق تمام، فعملناها كومبينيشن على طريقة الكبة النية. يعني صراحة شيء يفتح النفس، وهذا شيء من الأشياء اللي لسه أنا ما جربتها صراحة، لكن جربت الكبة النية فيبغى لي أجرب التونة النية، خصوصا إنها مليئة بالمواد المغذية والفيتامينات والمعادن. شكرا لك شيف أسامة رائد، وشكرا على هذه الصفرة الجميلة لليوم، وأيضا هي يعني كانت جميلة نتكلم على هذا الموضوع، خصوصا عن أهمية السمك في حياتنا اليومية. ولكن سؤال على السريع، مقلي ولا مشوي؟ مشوي أكيد. مشوي أكيد. بس شغلة حابة أقولها، بما أنه شهر رمضان جاي ينعاد علينا وعلى المشاهدين بالصحة والخير يا رب، أنه نحن بمطبخنا العربي مو بالعادة بناكل السمك أو السالمون كوجبة للإفطار برمضان، بس أنا كتير بنصح فيها لأنه غنية بالبروتين ولأنه غنية بالأحماض الأمينية، ما بتخلينا نشعر بهذا الخمول أو التفاخ البطن بعدها، بيعطينا طاقة، مصدر طاقة. بس طبعا ما بيغني أنه الخضار والشوربة لحتى نعوض السواء. شكرا أنك ذكرتينا بالسمك في رمضان، شكرا على هذه النصيحة. هيا مراد شكرا لوجودك معنا اليوم، يديك العافية.